اول حاجه احنا بنخش على موقع تذكرتي، بنخش على موقع تذكرتي بيطلب مننا ان احنا نملى البيانات، بنملى البيانات بتاعتنا عشان نستخرج حاجه اسمها فان اي دي. بعد ما نقدم على الفان اي دي بيجي لنا رقم الفان اي دي بتاعنا وكلمه مرور. بعد ما يجي لنا رقم وكلمه مرور بنخش بقى، ده بيبقى الاكونت بتاعنا، كل واحد ليه اكونت واحد مربوط برقم البطاقه عشان ما يبقاش في اي حد عنده اكتر من اكونت. بعد ما بيبقى كده ليك ان انت تشتري تذكره واحده مربوطه بالفان اي دي بتاعك، كل تذكره بتطلع عليها رقم فان اي دي والفان اي دي بتاعك بيطلع بالرقم، بيبقوا مربوطين ببعض والاثنين مكتوبين على التذكره وعلى الفان اي دي. دي اول حاجه منعت السوق السوداء تماما. عشان كده خلاص كل واحد ليه ان هو يشتري تذكره واحده، مفيش حد مدخن يشتري اكتر من تذكره، فخلاص وكل تذكره مربوطه برقم الفان اي دي بتاعك. تاني حاجه هي منعت ان انت خلاص انك تقف طوابير كتيره وتسافر لمحافظات كتيره عشان تقدر تشتري التذكره بتاعتك. هيبقى بكل سهوله دلوقتي تقدر تخش على الموقع تختار الماتش اللي حضرتك عايز تروحه وتخش على طول تحجزه، وبعدين بتخش بعديها بتروح تستلم التذكره بتاعتك من اقرب منفذ جنب الاستاد، وساعتها بنخش الاستاد بطريقه سهله وبطريقه سريعه ومن غير اي طوابير او اي زحمه. موضوع الفريق المفضل ده بيبقى بيتعمل مره كل بدايه موسم، المشجع بيختار فريق المفضل وعلى اساسه بيحضر الماتشات بتاعت الفريق المفضل اللي هو مختاره. ده معمول عشان التذاكر اللي مطروحه اقل بكتير من اعداد الجمهور اللي عايزه تحضر الماتشات دي، فاحنا بندي الاولويه لصاحب او يعني لمشجع النادي ده ان هو يحضر المباراه دي عن اي مشجع بتاع اي نادي اخر. هو المشجع بيقدم على الموقع مره واحده، هو بس بيحدث كل موسم بياناته ليه ان هو يختار الفريق المفضل من جديد، لو في اي بيانات حابب يعدلها بيعدلها، وبيروح يطبع النسخه الجديده بتاعت الفان اي دي عشان كل موسم ليه نسخه جديده من الفان اي دي. بس بالنسبه للتقديم هو من اول مره قدم خلاص، مع كل موسم هو بيحدث بس البيانات، رقم الفان اي دي بتاعه بيبقى واحد، رقم المرور بتاعه بيبقى واحد، الاكونت بتاعه هو واحد، مفيش اي حاجه بتتغير، هو بس بيبقى مجرد تحديث بيانات وبيبقى بيستلم على اساسه الفان اي دي بتاع الموسم اللي هو شغال. احنا هنا في تذكرتي هدفنا التواصل الدائم مع جميع الجهات الرياضيه منهم رابطه الانديه المصريه، اتحاد الكوره وجميع الانديه لتسهيل عمليه دخول الجماهير للاستادات والتعاون معاهم لنطلع احسن يعني احسن حاجه واحسن شكل للجماهير وللتسهيل على الجمهور الدخول للاستادات. شركه تذكرتي مش مسؤوله عن تحديد اي اسعار تذاكر، يعني عندنا مثلا في الدوري رابطه الانديه هي اللي بتبقى مسؤوله عن تسعير التذاكر، ومثلا في ماتشات المنتخب والكلام ده كله بيبقى اتحاد الكوره، لكل مباراه بيبقى ليها منظم هو مسؤول عن تحديد اسعار التذاكر ليها. شركه تذكرتي دورها بيع التذاكر ودخول الجماهير للاستادات، بس تحديد التذاكر دي مش مع شركه تذكرتي. استاذ حاتم السعيد رئيس فريق العمليات بتذكرتي.